الصراعات في المنطقة، ويمكن حضرتك عارف اللي بيحصل في السودان. لكن خليني أقول لك إن رويترز عندها تقرير، هذا التقرير بيؤكد طبقا لرويترز 15,000 سوداني تم قتلهم على أساس عرقي في مدينة واحدة. 15,000 في مدينة واحدة. معانا على التليفون كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير بالأهرام أستاذ عطية عيسوي، طبعا متخصصا في الشؤون الإفريقية والسودانية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف. أهلا بك أستاذ عطية. هذا التقرير حول 15,000 سوداني على أساس عرقي في مدينة واحدة، ده رقم مهول، يعني يذهب بنا إلى الحرب الأهلية في رواندا في التسعينيات ما بين الهوتو والتوتسي، أو حتى شكل من أشكال الحروب العرقية اللي حصلت في السودان في أوقات سابقة. السودان يسير إلى في أي طريق يا أستاذ عطية؟ للأسف الشديد حتى الآن لا تبدو أي دلائل على الوصول إلى حل، ولا حتى وقف إطلاق النار، لأنه رغم المحاولات من كل الدول المجاورة سواء مصر أو من الاتحاد الإفريقي أو منظمة إيجاد أو غيرها، كلها محاولات، بالإضافة طبعا إلى المحاولات السعودية الأمريكية المشتركة، كل هذه المحاولات فشلت في وقف دائم لإطلاق النار أو في انتزاع وقف دائم لإطلاق النار في السودان. كل طرف يحاول من الطرفين المتحاربين أن يكسب المعركة عسكريا، وهو مقتنع بأنه قادر على ذلك، وبالتالي تعثرت كل الجهود. وهذا طبعا إذا استمر فلن يكون هناك سلام قريبا في السودان، بل إن الأمور تسوء أكثر كلما يعني استمر الصراع، لأن هناك عرقيات كثيرة في السودان. هذه العرقيات لها ميليشيات ومنظمات أو حركات تسمى حركات تحرير وغيرها، وهذه حتى الآن لم تنضم منها سوى حركتين للجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع في دارفور، لكن بقية الحركات في سبيلها أيضا إذا لم يتم التوصل إلى حل في سبيلها إلى الدخول مع هذا الطرف أو ذاك، وغالبا سيكون دخولها مع الطرف الذي ترى أنه سينتصر حتى تركب الموجة كما حدث عند الإطاحة بنظام حكم البشير. هنا قد تحدث حرب أهلية لا قدر الله واسعة النطاق بين كل هذه الفصائل المسلحة، وبالتالي تنتهي إذا انتهت بانقسام السودان مرة أخرى بعد انفصال الجنوب طبعا في عام 2011. الأمر سيء أو ينذر بمخاطر شديدة على الشعب السوداني، ليس فقط بالقتل بهذه الأعداد الرهيبة، وإنما بالدمار الواسع لمقدرات الشعب، وأيضا لتفكك السودان، لأن دارفور المنظمات أو الحركات التي يعني تنبع منه وهي دارفور، إقليم دارفور ينقسم إلى 5 ولايات، هذه الحركات يمكن أن تقوم حرب بينها هي نفسها في الصراع على للسيطرة على أكبر مساحة في دارفور. طب أستاذ عطية، ألا يوجد أي دور للحركات المدنية، الحركات السياسية الديمقراطية في السودان، تلك الحركات التي شاركت في ثورة 2019، ألا يوجد لها أي دور أو انحياز واضح؟ للأسف الأحزاب السودانية دورها يكاد يكون معدوما منذ سقوط البشير، لأن هذه الأحزاب مثل الحزب الاتحادي وحزب الأمة بفرعيه، وحتى الحزب الاتحادي انقسم أيضا إلى فرعين، هذه الأحزاب أماتها النظام العسكري الذي استولى على السلطة بعد سقوط البشير وقضى على نشاطها، وبالتالي لم تستطع أن تفعل شيئا. لكن القوى المدنية برئاسة
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تقوم بدور سواء بالاحتجاجات في الشوارع أو من خلال المساعي المدنية للتوفيق بين الطرفين. عبد الله حمدوك ترأس مجموعة من هذه القوى واجتمعوا في أديس أبابا واتفقوا على خريطة الطريق لحل المشكلة أو لوقف الحرب والدخول في مفاوضات لحل الصراع بين الدعم السريع وبين القوات المسلحة، أو بمعنى أصح ما بين محمد حمدان دجلو وبين الفريق البرهان. لكن استجاب لهم في هذه الخريطة محمد حمدان دجلو رئيس الدعم السريع، ورفض حتى الآن البرهان الموافقة عليها أو التجاوب معها. إذن لا يوجد أفق الآن أو حتى هذه اللحظة للحل، بل إنه الأفق الحقيقة أكثر إعتاما. أنا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي ومحللنا السياسي بالشؤون الإفريقية والسودانية بالأهرام أستاذ عطية عيسوي. يمكن تبقى لكلام أستاذ عطية كما هو واضح بل وكما هو جليا، لا يوجد أي أفق لحلول سياسية، يبقى نحيها على جنب. الأفق يبدو أكثر إعتاما بحرب، بنتكلم هنا على إبادات عرقية، صراعات أهلية، حتى دارفور التي كان يظنها البعض أنها على قلب رجل واحد، فإحنا بنتكلم على خمس ولايات يتصارعن مع بعضهم البعض، وللأسف تنتقل عدوى الصراع الأهلي والعرقي في السودان لبقية الأقاليم والولايات والمحافظات.